رغم ان البدايات مهمه جدا واثبتوا للناس ان كنتوا الناس كلها بتتريق عليكم والناس كلها بتقول ان الفرقه دي اول فرقه ممكن ما تكونش موجوده. اثبتوا للناس ان كنتوا فرقه محترمه وان كنتوا قادرين على اي حد، ان كنتوا مصر المقاصه دي فرقه بتنافس دايما، بتلعب افريقيا ومركز رابع على طول، وفرقه قويه جدا وعندها لعيبه جامده جدا، جون انطوي وفوافي، وكان ايريك كان موجود معاهم، الفراوده بتاعهم حتى الافارقه كانوا جامدين، وهاني سعيد، فرقه كانت تقيله يعني. قلت لهم اثبتوا للناس انك كنتوا وراء الناس، ان الناس تشوفكم، الناس تبقى قاعده مستنيه ماتش الاسيوطي بعد كده، خلي الناس دايما تبقى لما يجي اسم الاسيوطي يبقى قاعدين مستمتعين بالفرقه دي. احمد عادل عبد المنعم، رامي صبري، علي جبر ناحيه اليمين، رجب بكار ناحيه الشمال، زيزو في امبي اللي هو الباك ليفت بتاع امبي يعني، رؤى ديفندر قدامه، عبد الله السعيد وايريك، فوافي ناحيه اليمين، احمد رفعت ناحيه الشمال، قدام انطوني. في اللي بينافسوا يعني الاهلي والزمالك وبيراميدز دول داخلين، لان دول بيصرفوا زي ما قلت لك الميزانيات بتاعتهم بعيده قوي عن كل الفرق. خش بقى معاهم الميزانيات اللي بعدهم، التقال عندك المقصه صرفه جامد قوي، الاتحاد صرف جامد قوي، الاسماعيلي صرف جامد قوي. ربنا ممكن يكون بيختبرك، بيجيب لك، بيفدي حاجه عن حاجه. فبقول الحمد لله جات لي اصابه، جات لي في توقيت كنت فايق قوي فيه، كنت بجيب جوان على طول، كنت كل ماتش بتنزل تجيب جون او جونين، جون او جونين. كنت ساعتها كنت في توقيت ده، كنت لسه في نص الدوري تقريبا، وكنت هداف، ماشي هداف الدوري يعني. جات لي في توقيت صعب قوي، قناه جاي اللي هو الجول الكيبر اللي هو سي دي بي دخل فيا، فكسر وش رجلي كله. عملت العمليه هنا عند دكتور احمد عبد العزيز طبعا، وسافرت المانيا عملت هناك علاج طبيعي، وقعدت هناك فتره عشان ارجع تاني، لان كنت ماشي بعكاز، لا كانت اتكسرت اصابه كانت جامده جدا. حاولت ان انا ارجع العب تاني، لعبت شويه في امبي ده برده الحمد لله من فضل ربنا، كنت لعبت في امبي ومسكتهم مدير فني، يعني دي برده ما بتحصلش كتير ان انت بتلعب في فرقه ومسكها كمدير فني، زي برده وانا خدت بطوله افريقيا وانا لعيب، وخدتها وانا مدرب، خدت السوبر وانا لعيب وانا مدرب في الاهلي. بطلت بقى وبعد كده اتجهت بقى لاتجاه التدريب، خدت دراسات وخدت دوراتي وخدت حاجتي، وبقيت خلاص انا بحب الشغله بتاعه الكوره يعني. يعني كنت مبسوط قوي، كابتن فرقه رامي صبري في ماتش بتروجيت اللي جاب في الجونين، كنا كسبانين 1-0، اخطاء التحكيميه بتبقى الحاجات دي، انت بتبقى زعلان انك انت تحسب بنالتي عليك، ما تحسبش خالص بنالتي وانت كسبان واحد، وانت عارف في الظروف اللي انت كنت فيها تنزل ادى بنالتي. فخلاص اخر كره في الماتش كورنر، وكرامي هو اللي كان جايب الجون الاولاني بتاع 1-0 من ضربه ثابته، وجي كورنر طلع حط الكره جون، كسبنا 2-1، وفعلا ربنا ادهالنا في الاخر بجون كان طعمه حلو قوي، انك انت كسبت فرقه بتروجيت في اخر كوره في الماتش، وكورنر الوحيد اللي اتلعب وجات جون. شوف انت كنت زعلان، لكن ربنا ادهالك في الاخر يعني.